السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات. اليوم إن شاء الله نخدم معكم عملية قسمة بشكل سهل ومبسط. نأخذ واحد العدد، مثلا 36 قسمة 2. عندنا هنا عدد واحد، نأخذ هنا واحد. 3 كم فيها من 2؟ فيها واحد. واحد في 2 2. نديرو عملية طرح. 3 ناقص 2 تعطينا واحد. ننزلو 6. 16 كم فيها من 2؟ 16 لأنها من المضاعفات ديال 2. فيها 8. 8 في 2 16. نحطو 16 هنا ونديرو عملية طرح. 6 ناقص 6 تعطينا صفر. 1 ناقص 1 يعطينا صفر. خرجت لنا العملية مضبوطة. هنا تنقولو الخارج، هنا المقسوم، مقسوم عليه، وهنا المقسوم، هنا الباقي. غنخدم معاكم عملية واحدة أخرى، مثلا 53 قسمة 3. عندنا 5 شحال فيها من 3؟ بما أن هنا عندنا رقم غناخدو هنا رقم. 5 كان فيها من 3؟ لأن 5 ماشي من المضاعفات ديال 3. 5 كان فيها من 3؟ فيها واحد. واحد في 3 تعطينا 3. نديرو عملية طرح. 5 ناقص 3 تعطينا 2. غنزلو، نقومو بعملية الإنزال ديال 3. 23 كان فيها من 3؟ 23 لأنها مشين من المضاعفات ديال 3. تعطينا 8. لا، لأن 8 في 3 تعطينا 24. غنهبطو نديرو 7. 7 في 3 تعطينا 21. إذا هي 7. 7 في 3 21. ندير عملية طرح. 3 ناقص 1 تعطينا 2.